السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات كويزين تيتيما. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنحضر معكم واحد عشيوة خفيفة ظريفة كتوجد دغيا، مكونات جد بسيطة متوفرة في كل بيت. وبلا ما نطول عليكم شو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. لهاد الوصفة غادي نحتاج واحد ثلاثة البطاطات من بعد ما نقيتهم وغسلتهم، غنديرهم في واحد المول اللي غندخلهم الفران. يمكن لكم نتوما بغيتو تدخلهم الفران، يمكن لكم تقليهم في الزيت، انا كنفضل انا ندخلهم الفران. قطعتهم مربعات، ضفت لهم واحد شويه د الملح ماشي بزاف، وشويه د التحميره او البابريكا. غنحتاج كذلك واحد شويه ديال الابزار، واحد شويه ديال الثومه غبره. بالنسبه للناس اللي ما عندهم الثومه غبره يمكن لهم يستغناو عليها. واحد شويه ديال زيت الزيتون ماشي بزاف. غنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. انا في هاد الوقيته شاعله الفران، دايره الفران يسخن، ندخلهم الفران تقريبا حتى يتحمروا ليا ونخرجهم. نمشيو مباشره باش نحضروا الدجاج. هنا انا عندي واحد السر ديال الدجاج، يمكن لكم تستعملوا الكفته الا عندكم، لكم الاختيار او لدان اللي بغيتو. غنقطعو حتى هو على شكل مربعات. ناخذ مقيله غندير فيها واحد شويه ديال الزيت، زيت الزيتون، نخليها تسخن شويه ونضيف ليها داك الدجاج اللي قطعت، داك السر ديال الدجاج اللي قطعت. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا كفته الا بغيتوا. هنا غنضيف لها واحد الطريس ديال الثومه وغنصوطي مزيان هاد الدجاج، يعني نشحرو مزيان حتى يولينا بيض. عاد نضيف العطريه. هنا من بعد ما شحرت الدجاج مزيان غنضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الابزار، شويه سكنجبير، وعطريه ديال الشاورما اللي بالنسبه اللي ما عندوش، اللي ما عندوش يمكن ليه يستغنى عليها. وغنخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم حتى يتشرب داك الدجاج، يتشرب ليا ديك العطريه وياخذ ليا واحد اللون ذهبي. ونطفي عليهم. فهاد الوقيته غادي نخرج البطاطا ديالي من الفران بعد ما طابت وتقلات. كيف ما كتشوفوا راه كتجي مقرمله وكتجي طايبه مزيان. غنضيف لها في نفس المول، يمكن لكم تستعملوا مول اخر الا بغيتوا، انا نستعمل نفس المول. وغنضيف لها دوك الطروفات ديال الدجاج، نوزع الدجاج على المول كيف ما كتشوفوا. وغنضيف لها شويه ديال الفرماج محكوك وغنعاود ندخلها للفران يدوب ليا الفرماج ونخرجها، يعني ما تعطل والو، يدوب الفرماج ونخرجه في البلاصه. هنا من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا درت لها واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق. صراحه كتجي اكله خفيفه ظريفه وكتجي غزاله ولذيذه بزاف، اكله لذيذه بزاف وكتوجد في يعني بسرعه، مكونات جد بسيطه. كنتمنى تجربوها لحقاش كتعجب بزاف الدراري الصغار والكبار حتى هما. هنا انا رافقتها مع شويه ديال الخبز، شويه البصله، وشويه المطيشه. وكيف ما كتشوفوا هنايا الخبز العربي. وكيف ديما الا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنتبخلوش عليا بجيم لا فيديو. بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش معايا في القناه ديروا اشتراك للقناه، ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.